اتصالا كريما مبنيا على رضاهما ايجاب وقبول، واشهاد على ذلك ان كلا منهما صار للاخر، والله جعل ذلك لتستقيم الحياة، جعله ميثاقا غليظا، فقال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بهذا وضع للغريزة سبيلها المأمون، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة من أن تكون كلأ مباحا لكل راتع كما يريد ذلك أعداء الإسلام الذين يطبلون بحرية المرأة وهم ينادون بحرية الوصول للمرأة حتى يفسد المجتمع وتتشتت الأسرة ولا يصبح ثمة بيت ينشئ أجيالا مباركين. ولذا عباد الله، رغب الإسلام في الزواج بأساليب متعددة ومتنوعة، تارة بذكر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ومرة بأنه من نعم الله العظيمة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ومرة بأنه آية من آياته سبحانه وتعالى. ولذا الله عز وجل يقول: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يسكن الرجل إلى المرأة وتسكن المرأة إلى الزوج، وحين يتردد المرء في الزواج فيعرض عنه خوفا من تكاليفه وأعبائه، يلفت الإسلام نظره إلى أن الله جل وعلا سيجعل له سبيلا إلى الغنى. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. بل أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. بل إن الإسلام ليرقى بمشاعر المسلم ويسمو به ويثبت ويسمو به ويرفع من أحاسيسه ليشعره أن الزواج عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى في قضاء شهوته يرجو خيرها ونفعها وثوابها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا أهله له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. والزواج عباد الله لباس لكلا الزوجين، يتقي به كل منهما حرارة الغريزة وبرودة الوحدة والعزوبة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بل حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة ذات الخلق الحسن والدين، والسؤال عن الخاطب والمخطوبة أمر لازم لمعرفة ما قد يخفى في أحدهما، وعلى المسؤول الصدق في الجواب والبيان بكل وضوح وأمانة وكتمان عيوب أحدهما عند السؤال نوع من الغش للمسلمين. وإذا عزم الخاطب على الخطبة فإنه يباح له النظر إلى مخطوبته
نظرة شرعية بحضور محرمها دون خلوة بها، بل دون خلوة بها، ولا يحق له أن يمس شيئا من جسدها أو يخلو بها. وعلى المرأة ألا تدلس بلبسها وزينتها حتى لا ينخدع الرجل بتلك المساحيق التي تضعها المرأة على وجهها، بل تأتي بشيء من طبيعتها ليراها، وليكن كل منهما صادق مع الآخر، لتبنى بذلك أسرة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب الرجل امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أن يؤلف بين قلبيهما. وهذا هو الواجب على كل واحد، لتحفظ الأسرة حقها ولتقوم على أساس شرعي. والمرأة يا عباد الله لها حقها وللزوج حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المرأة ليست يا عباد الله سلعة يغالى بها في مهرها، إنما ثمنها في دينها وعفافها. والرجل لا يوزن بالمال، إنما ميزانه المعاملة الحسنة والخلق الطيب والدين والمحافظة على الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الصلاة. والمهر حق للمرأة، لا يجوز للرجل التعدي عليه. قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، جعلني الله وإياكم من عباده وأوليائه المقربين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن موازين الناس اختلفت، وأصبح سؤالهم عن الرجل عن ماله ووظيفته فحسب، دون السؤال عن دينه وعن خلقه وتعامله. ولذلك فإن هذا الزواج الذي يبنى على غير شرع الله أو يصاحبه شيء مما يخالف شرع الله مهدد بالانقراض. عباد الله، ليلة زفاف الزوجة إلى زوجها، والله إنها نعمة عظيمة، والنعمة لا تشكر بالخطيئة. فالإسراف في الطعام والمباهاة بالصلاة التي يكون بها الزواج والمهر العالي، كل ذلك سبب لفساد الزواج، لأنه ليس شكر لنعمة الله عز وجل. والزوجان الموفقان يمنعان وقوع المعاصي في زواجهما، لعلمهما أن المعصية لها أثر على زواجهما. فالذنوب عباد الله تعسر الأمور وتوحش القلب بين الزوجين. بالله عليكم، كيف يكون زواج أوله وآخره طلب إلى الصبح؟ كل ذلك يقام، ونساء تسهر الليل، ورجال بل كثير منهم يتغافل عن صلاة الصبح. كل ذلك لما يصاحب هذا الزواج. أي شكر لله عز وجل بما صنع؟ الزواج عقد موثوق غليظ لا يشاب بخطيئة ولا يعرض للانهيار بمعصية. فواجب المجتمع المسلم التكافل بما يجعل أبناء المسلمين يرغبون في الزواج ويقبلون عليه، تيسيرا للمهور وتخفيفا لنفقاته وإعانة عليها، وتعاونا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عباد الله،
أتعلمون ما كيف تم زواج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تزوج علي من فاطمة رضي الله عنها تقدم لخطبتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها يا علي، أعطها شيئا، أي مهرا. قال: ما عندي يا رسول الله. قال: فأين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال: أعطها إياها. وهكذا كان صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيع الدرع. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بساط ووسادة حشوها ليف، وإذخر تجلس وفراش تجلس عليه صلى الله عليه وسلم. تمت الوليمة بكبش وشيء من الذرة والتمر والزبيب. هذه فاطمة سيدة نساء العالمين من علي رضي الله عنه. هذا هو الزواج المبارك. وحينما يكون كذلك فإن التوفيق حليف لهما. تقدم شاب لفتاة طيبة في هذا الزمن الذي نعيشه اليوم، هي ذات خلق ودين، وكان الشاب كذلك ذا خلق ودين، وقد من الله عليه بشيء من المال. ولما قرب الزواج بعد عقد النكاح، تكلم الزوج مع زوجته وقال لها: سننفق في زواجنا كذا وكذا من المال، ما بين صالة للعرس وما بين وليمة كبيرة سيقيمها وما بين هدايا سيشتريها. ثم طرح عليها: ما رأيك؟ قالت: أرى أن نجعله في مسجد يصبح صدقة بين لنا لي ولك، ونقيم كذلك وليمة يسيرة نتمم بها زواجنا. وكان لهما ما أرادا، فأقاما مسجدا ورعياه حتى أصبح مركزا إسلاميا. زاراه بعد سنتين من زواجهما، وإذا بهما يريا المسجد قد امتلأ بالمصلين وبطلاب العلم الذين يدرسون، فقال: هذا بركة زواجنا بحول الله. وهذا هو الزواج المبارك يا عباد الله. فلنتعاون على البر والتقوى، ولا نغالي بالمهور ولا بالنفقات وغير ذلك، حتى يبارك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذرية الطيبة الصالحة. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بطاعتك، واجعل ذرياتنا ذرية طيبة مباركة يا سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. احفظ علينا أمننا واستقرارنا، ووفق اللهم ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه من عبادك وأوليائك المقربين. اللهم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. احفظ علينا أمننا واستقرارنا، تول أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا، وأقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم ارزق ذرياتنا، اللهم ارزق بنياتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا كذلك زوجات صالحات، واعمر بيوتنا بطاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا. اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد، وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك. اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك. أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعلنا لك شاكرين ذاكرين مثنين لنعمك، قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.